وجمهور الترجمان العشاق جونيور جمهور يحبه سبحان الله معناه نفوس جونيور لوكوزا نجوم يمشي البليل يا لوكوزا لوكوزا اضغط امشي يا نيجيري خلصها يا نيجيري لوكوزا شاد كورة باهية باهية جونيور مع كرة خطيرة جزائرية محاولة الانطلاق واد جونيور بروح الإصرار لوكوزا والكرة في التماس هذا هو الإياب سيكون في لوبومباتشي وكرة خطيرة عطية بلالي بلالي درجة كرة جونيور أكثر من 200 دقيقة في الترجي لكن الجمهور يدافع عليه والجمهور شوف تفاعله مع جونيور لوكوزا تولي افضل عندك حلول كل السلامة للاعب جون
بأن يسدد كرة في الجهة اليمين، لمسة البحث عن العرضية، هي كذلك سيسجل في مرماك، سيسجل في مرماك. هكذا هي قيمة الفرص الكبيرة، إن أتيحت لك الفرصة فسيسجل، فسجل لأنه سيسجل في مرماك. الترجي يضيف هدف المباراة الثانية، هذه المرة عن طريق لوكوزا الذي يسجل الهدف الثاني للترجي في كرة سهلة للغاية، في كرة كان من خلالها وحيدا. أتساءل أين كانت التغطية الدفاعية من خلال هذه اللقطة، وبالتالي لا شك بأن حينما نتحدث عن لاعب ومهاجم هداف لكوزا، فمسألة أنه يضيع فرصة في هذا المكان وبهذه السهولة فهذا عمل. الترويج يلعب عبدالي، خرج البارك كثيرة، التحضير، التسديد، فرصة هدف ثاني لكوزا. لوكوزا الحكم يقول هدف، وساعد الحكم يمشي لوسط الميدان، صعب تحديد كوليبالي، تحضير لبلايدي لباركي، لباركي يرجع بالكرة، تسديد كوليبالي، كان فما أنيس البدري قدام الحارس القدم.